عندي السلطه بتاعتي عباره عن ايه؟ عندي حمص نقعته لمده ليله وشطفته وحطيته في ميه سخنه بتغلي فيها شويه ملح وكمون لمده ساعه وربع وقشرته. تعالى اقلبه مع بعض مع شويه كزبره خضراء. ادي الحمص الحصى واحده واحده كده، وادي شويه الكزبره الخضراء. تمام كده يا حسني؟ تعالى بقى يا حسني نشوف الماده الدهنيه اللي هحمر فيها الفراخ بتاعتي. حطيت معلقتين سمنه ومعلقتين زيت على النار يقدحوا قدحوا كده يا حسني. تعالى يا جمالك يا تفاصيلك، احلى فراخ شامورتي في الدنيا تستمتع بيه. تعالى بقى يا حسني بعد ما قلبنا الحمص اللي انا سلقته بعد ما نقعته 12 ساعه مع شويه كزبره خضراء كده يا جمالك، تعالى نعمله الصوص بتاعه. الصوص بتاعه ربع كوبايه من الطحينه، نص كوبايه من الزبادي، نص معلقه صغيره ثوم، معلقه عصير ليمون، معلقه خل ابيض، وشويه من الملح، وشويه من الكمون، وشويه من الشطه اختياري، وعليهم شويه بابريكا. واروح جاي دمجاهم كده يا حسني ومنزله عليهم ربع كوبايه زيت ذره او زيت زيتون. واحده واحده ادمج كل مخليطي ده كده، وانزل عليهم بسرسوب خفيف كده اهو زي ما انت جايبه كده بتركاتك. تعالى بقى يا حسني الصوص اهو، تعالى نحطه على شويه الحمص اللي واخدين الكزبره الخضراء. والقوام بتاع الصوص بيقول لك يا تركاته يا حركاته يا تفاصيله.